أهلا بكم مع مواجهة سينمائية جديدة. الثورات تغيير، والسينما ترصد الواقع، والأفلام شهادات، ومن خلالها يمكن رصد توجهات الشعوب المختلفة، وصناع السينما أيضا يمكن قراءة توجهاتهم وآرائهم ووجهات نظرهم المختلفة. ثورة يوليو التي نحتفل بذكرها هذه الأيام، رغم أنها قامت بتأميم صناعة السينما، إلا أن ما أنتج من أفلام منذ عام 1960 إلى عام 1970 لم يكن بوقا للثورة، بل تنوعت الموضوعات ما بين رصد وضع الفقراء وإعلاء قيمة العمل وإدانة الرشوة والمحسوبية ومناقشة فكرة الديمقراطية، مما جعل المنتج من الأفلام السينمائية في ظل التأميم له قيمة فنية عالية، واختير منها 30 فيلم من أفضل 100 فيلم صنعتهم السينما المصرية، أو تحديدا مؤسسة السينما المصرية. ورغم أن الإنتاج السينمائي انخفض بعد تأميم أو بعد التأميم إلى 40 فيلم بعد ما كان بيصل إلى 60 فيلم قبلها، لكن ارتفعت قيمة الأعمال الفنية المقدمة، وخاصة بعد إنشاء المعاهد الفنية التي تخرج منها أجيال عديدة حملت راية الفن السابع. الملاحظ أيضا أنه انخفاض دور العرض في الفترة التي تلت ثورة يوليو قابله حوالي 400 شاشة تابعة لقصور الثقافة، مما ساهم بشكل كبير جدا في انتشار طبعا السينما في المدن الصغيرة والأرياف، وساعد على وصول هذا الفن إلى قطاع كبير من القاعدة الشعبية ومن الناس في مختلف الأقاليم. في هذه الحلقة نحن نفتح هذا الملف حول ما قدمته ثورة يوليو للسينما، وأيضا كيف رصدت السينما التغييرات العديدة التي شهدتها مع الثورة. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة من مواجهات سينمائية الناقد السينمائي الدكتور يأوت الديب. أهلا بحضرتك دكتور يأوت، كل سنة وحضرتك طيب. طبعا دكتور، بداية هدف ثورة يوليو من الاهتمام بالسينما، يعني كيف رأت الثورة أن السينما يعني يجب أن يكون هناك اهتمام لها مخصص لها بشكل كبير؟ يعني هو الثورة في مصر، يعني ثورة 23 تحديدا، ما هياش سباقة على اهتمام بهذه الفكرة، اهتمام النظام الحاكم أو النظام اللي جاي بعد ثورة وبعد كده بالسينما. يعني دي مقولة حتى من أيام لينين، إن السينما أخطر وسيلة عندنا للتأثير على الجماهير. فدائما أي نظام جديد بأيديولوجيته بكده يعني بيسعى ان هو طبعا يوصل للجماهير ويفرض آراءه وطموحاته واهدافه والكلام عن طريق طريق السينما. خاصه لما نبص على 53 ما كانش فيه تلفزيون، يعني كان فيه الراديو فقط لا غير، فكانت الوسيله الوحيده اللي الانسان يشوف بيها يشوف ويسمع هي السينما. وبالتالي كان هذا التاثير الكبير في السينما للسينما، يعني كان طبعا عين الثوره ورجال الثوره على السينما ان هي بتوصل للجماهير في كل مكان. يعني خاصه طبعا انه حضرتك زي ما اتفضلتي في المقدمه ان كان الاعتماد الكبير ان السينما توصل للناس هو قصور الثقافه، او كان ما يسمى في الثقافه الجماهيريه زمان، اللي هي تنزل الجرن وتنزل القريه وتنزل النجع والاقاليم المختلفه والقرى والنبوه، وتعرض الافلام على الناس بما فيها الافلام طبعا الثقافيه وجريده مصر السينمائيه وبعض الافلام الطرفيه وهكذا. فالحقيقه طبعا يعني نظره اي ثوره، وخاصه طبعا ثوره يوليو من ضمن الثورات بالسينما لهذا، يعني وصل لهذا المفهوم ان بالسينما تقدر الثوره. طبعا الثوره كانت شيء عظيم جدا بمبادئها السته، فطبعا تفرض هذا، يعني توري الناس مبادئ الثوره ازاي، توعيهم، تثقفهم، تعلمهم، تنتشلهم من الفقر والمرض، تؤكد مبادئ الثوره، تؤكد مبادئ الثوره. فدي كانت وسيله من وسائل تاكيد مبادئ الثوره وما فعلته الثوره. فطبعا كانت وسيله السينما، فطبعا السينما والثوره يعني في علاقه جدليه، ربما ان في بعض الاحداث السياسيه وبعض الانظمه ايضا ممكن السينما بشكل مختلف، يعني دعاية لأفكارهم، لكن هي مش خدمة للمجتمع. لا، هي طبعا وسيلة في مثلا في النظام الهتلري لما جه جوبلز وكان بيعتمد على السينما في ترويج يعني الفكر الايديولوجي بتاع الهتلريه والكلام ده والفكر النازي عن طريق السينما. فلهذه الدرجه كان في انتباه من زمان، من ايام كل الانظمه والامبراطوريات القديمه بالنسبه للسينما. بعد انشاء مؤسسه السينما كان هناك خطه لإنتاج الأفلام، هل ده يعني أثر بدلوي على نوعية الأفلام والموضوعات المقدمة على شاشة السينما؟ هو طبعا الحقيقة من التجارب
جدا في تاريخ السينما. انا بعتقد اعتقاد ان هي تجربه القطاع العام وتاميم السينما بشكل عام. يعني هو طبعا الاساس يعني كان الفكر بتاع الثوره وعبد الناصر تحديدا كان سباق، لان طبعا حضرتك يعني تاميم السينما او صناعه السينما في مصر بشكل اساسي كان الهدف الاساسي. الهدف الاساسي ان طلاب اللي التحقوا بمعهد السينما سنه 59 اول دفعه كان في نظره بقى لما يتخرجوا دول سنه 63 هيشتغلوا فين؟ هيروحوا فين يعني؟ هي مجرد بس فكان تخطيط شامل خلص. يعني التخطيط كان شامل ان انا دلوقتي خرجت و60 اول دفعه، فجت مع قانون يولو الاشتراكيه تاميم السينما، وبالتالي كل الخريجين بتوع معهد السينما في هذا اشتغلوا، وهم طبعا يعتبروا رواد السينما المصريه في الوقت الحالي. فدي كانت النظره. طبعا يعني قصه تاميم الشركه دي قصه الحقيقه انا بعتبرها من الحاجات العظيمه في تاريخ السينما في مصر، لان طبعا الدوله حطت ايديها على طبعا كل وسائل الانتاج بما فيها يعني كان في 6 شركات بالتحديد. شركه فيلم انتاج اللي مسكها العملاق الكبير والرائد صلاح ابو سيف في الانتاج، شركه فيلم انتاج، وفي شركه الانتاج المشترك اللي اسمها كوبرو، وفي فيلم شركه الانتاج العالمي، في شركه لدور العرض، شركه للاستوديوهات، شركه للتوزيع. 6 شركات يعني تمتلك كل عناصر السينما. طيب ده كان تاثيره سلبا يعني من وجهه نظرك بشكل موضوعي، كان ايجابا وسلبا تاثيره ايه على صناعه السينما؟ لا مؤكد، احنا حضرتك الصله بتاعت فتره القطاع العام اللي هي امتدت من الستينات، بدايه الستينات لغايه اوائل السبعينات يعني 72 73 الحقيقه يعني ايجابيه في كل شيء. يعني الفتره دي افرزت اعظم مخرج السينما في مصر من صلاح ابو سيف وصلاح ابو صلاح ابو سيف وبركات وكمال الشيخ وحسن الامام، كل دول يعني اولاد المرحله دي. فدي اسماء كبيره جدا اثرت في السينما وفي تاريخها، وهي الحقيقه السينما اللي احنا عايشين عليها لغايه دلوقتي. الشيء الثاني الكم اللي حصل، كم الانتاج في ظل القطاع العام وصل حوالي 150 او اكثر من 150 فيلم. ده الكلام ده في 10 سنين، يعني معدل 15 فيلم، يعني اكثر من فيلم ونص مثلا في الشهر. طبعا ده يعتبر كان في الوقت دوت يعني فدي الحقيقه من الايجابيات. من الايجابيات طبعا فرص العمل، جابت الجيل الجديد جيل الرواد من كل الفنانين والفنيين والنجوم وكده، عملت ترويج للسينما بشكل عام في العالم العربي كله. طبعا كان بتعمل دخل عالي جدا بالنسبه لمصر بشكل عام، دخل اساسي يعني مع صناعه القطن وكده. فالحقيقه الايجابيات كثيره، رغم طبعا السلبيات البسيطه اللي انا بعتقد كانت يعني اخطاء اداره، ما هياش اخطاء فنيه احنا لان في حديث ان دخل مصر من السينما تحديدا قبل الثوره كان ربما اعلى من بعد الثوره، يعني هنا في نقاط كان الدخل الثاني يعني كان الدخل الثاني يعني. فانا بعتبر تجربه القطاع العام يعني من الظواهر الايجابيه. يعني احنا لو رصدنا اهم ظاهره حصلت في تاريخ السينما في عهد عبد الناصر وثوره يوليو من سنه 52 لغايه 70 18 سنه، فدي في عده ظواهر للسينما، دي اهم ظاهره في تاريخ السينما، لظاهره القطاع العام بكل ما فيها من عمالقه كبار جدا، اعظم كتاب واعظم مخرجين واعظم فنيين واعظم ستارز اللي احنا الحقيقه عايشين عليهم لغايه النهارده. دكتور ياقوت الديب، يعني شو من قيام الثوره تم الافراج عن فيلم مصطفى كامل. هل عرض هذا الفيلم يعني يعتبر نوع من او بيكشف عن نوعيه الافلام التي يريدها الثوار للعرض على الشاشه الكبيره؟ لا طبعا، هي مؤكد كانت يعني الثوره بيعنيها في المقام الاول التوجه السياسي للجماهير. يعني بغض النظر بقى عن المشكله الاجتماعيه وصل المال والكلام ده كله، لكن بدايه اي ثوره اساسا بتقوم على النظام ايديولوجي. ثوره معناها بتثور على النظام، اي نظام سياسي يعني. وبالتالي بدايه التوجهات الاولى للثوره ان هي تتوجه نحو نوعيه الافلام السياسيه او الافلام اللي تدعم النظام، زي مصطفى كامل والله معنا وبورسعيد بعد كده، وهنا مجموعه من الافلام كده الحقيقه بتخلي الناس يعني تعرف معنى الثوره وتندمج معاها يعني. طيب نشوف جزء من فيلم مصطفى كامل لم الافراج عنها طبعا بعد اشهر من قيام ثوره يوليو. نرجع نستكمل حوارنا مره اخرى. بنسى انت مش خدت الشهاده، مالكش حجه بقى. يا نينا، نبيله من حقها تتجوز واحد حياته مستقره، لكن أنا لكن أنت إيه يا ابني؟ أنا رسمت لحياتي طريق تاني. طريق إيه؟ طريق ما يخلينيش أفكر في نفسي ويفرض عليا أن أضحي بهنائي عند اللزوم. دي ده حليمة زعلانة منك خالص يا مصطفى،
ما لقيتش في الصندوق غير كتب. انا لازم استعد لاهم قضيه في حياتي. قضيتي؟ انت لحقت يا ابني تتوكل في قضايا؟ قضيتنا كلنا، قضيه كل مصري. انا مش هترافع الا في قضيه واحده، قضيه مصر. قصدك ايه؟ انا فكرت كتير وقررت اني اخصص كل جهودي لمحاربه الاحتلال. ايوه، لكن دي ماموريه خطيره جدا. صحيح، وعلشان كده انا لوحدي ما اقدرش اعمل حاجه، ولذلك فمهمتي الاولى هي بعث الروح الوطني بين المصريين حتى يؤمن بدعوتي اكبر عدد من الناس. وعندما يصبح كل المصريين مؤمنين بالفكره الوطنيه فهم اللي رايحين ينهضوا للجهاد. وهتعمل ايه؟ هكتب في كل جريده واخطب في كل مكان ان الاحتلال البريطاني عار على الوطن وبنيه، وفي الرضا به الخيانه والعار، وفي كفاحه ومقاومته الشرف والفخار. نحن طلاب حق مقدس قد اغتصبه الإنجليز، فلا سبيل إلى الاتفاق بيننا وبينهم إلا باعترافهم بحقنا ورده إلينا. أنا جرومر، كتبني الشاب عمره 23 سنة، وتسيبوه يهيج البلد ويقلبها علينا وانتم نايمين؟ أنا من ساعة ما شفته على المركب نبيتك إنه قطع. أنا عاوز صوته يكتب. الاجتماع اللي هيعمله في الإسكندرية لازم يفصل بأي ثمن. مايلورد، اعتمد عليا. اسمع، انت فتوى؟ انا عايز، وهو بيكتب في التياترو العباسي لازم تعطوه وتعملوا شمشاره كبيره وتبوظوا الحفله كمان. ما تخافش، طبع لك المرسى على دماغه. كويس فيك. احنا ذكرنا ان فكره ان علاقه الثوره بالسينما وصناعه الافلام طبعا في السينما المصريه كانت علاقه فيها جدليه طبعا يعني واضحه، لكن مع ذلك احنا بنشوف ان مثلا في كثير من الاراء بترى ان الافلام ربما المقدمه بعد الثوره ما كانتش ناجحه بشكل كبير في انها تقدم او تعكس هذا الحدث بتفاصيله الا في يعني تجارب قله. دي نقطه. ثانيه حاجه ان عدد الافلام نفسها زي ما اتكلمنا تاميم السينما كان بعدها حصل انخفاض في عدد الافلام المنتجه من 60 فيلم سنويا الى 40 فيلم. بتفسر ده بايه دكتور ياوت؟ زي ما توضح حضرتك، هو طبعا الجانب السياسي قد يغلب على اي ثوره عشان يعني تعكسها عن طريق السينما، ولكن الجانب الاجتماعي بيغلب. يعني على فكره يعني الاهتمام الاساسي بالنسبه للسينما في عهد الثوره يعني ما كانش بالجانب السياسي قوي على فكره، عشان ما تبدوش ان هي تنقل ولا حتى للصورة. خدمه الثوره نفسها باهدافها او بالدعايه حتى للثوره نفسها الحقيقه ما كانتش كتير. يعني الافلام اللي بتنطر للثوره كانت افلام محدوده العدد جدا، على حين كانت الافلام مثلا الاجتماعيه والافلام الرومانسيه والكوميديه كانت كتيره جدا. وكان برضه يعني كان المستهدف ان هو الناس يعني بقى مش ناقصه ناقصه يعني، خلي الناس بقى تفرح شويه، خلي الناس تعمل ريلاكس، خلي الناس تشوف مشاكلها الاجتماعيه البسيطه بشكل لايت بشكل كده. فكان هدف برضه الثوره ان هي تخلي السينما شكلها حلو. يعني ما كانتش زي السينما الجامده مثلا نقول السينما الروسيه ولا النازيه ولا اخره اللي هي كانت موجهه توجيه مباشر للناس. فلا، الحقيقه كان طبعا من الحكمه ان السينما في عهد بدايه الثوره خاصه يعني تتنوع في بالنسبه للانتاج، ما بقاش يعني بس الهدف منها خدمه الثوره. لا، ما كانش الحقيقه يعني ملاحظ كده من القراءات تحس ان لا الافلام اللي بتنطل للثوره قوي ما كانتش كتيره. يعني هو طبعا كان هدف زي ما قلت لحضرتك ان هو الناس تطلع من هذا الجو الكئيب يعني، وتنسى بقى يعني الاستعمار والاقطاع والظلم والكلام، وتبص للحياه يعني شكلها وردي شويه. على الجانب الاخر الحقيقه الملاحظه المهمه جدا برضه في الافلام اللي عقبت الثوره ان هي كانت بتتناول فتره ما قبل الثوره. يعني في عندنا افلام من قبل الثوره على مدى السينما المصريه الحقيقه للاسف الشديد ان كل الافلام اللي بتبقى عامله نقد او افلام نطلق عليها سياسيه بتطلع تنقد العهد السابق مش العهد الحالي. النقطه دي انا هرجع لها، ان في افلام
لما قبل الثورة الأفلام اللي كانت بتنتقد الحكم الناصري، الأفلام اللي كانت بتنتقد الحكم السادات دي مسألة طبعا ممكن هنقف عندها فيما بعد، لكن قبل ما نسيب فكرة التأميم والعدد الأفلام، هل برضو الميزانية المرصودة الأفلام كانت بعد التأميم ممكن تكون أحد الأسباب بانخفاض عدد الأفلام ونوعية الأفلام كمان اللي كانت بتخطط الدولة الإنتاجها في الوقت ده؟ يعني اختيار نوعية أفلام بعينها للإنتاج وأن يكون في ميزانية مرصودة، هل تعتقد أن دي كانت أحد الأسباب وراء قلة عدد الأفلام المنتجة بعد التأميم؟ بالعكس، الميزانية ما كانتش قليلة على الإطلاق، بدليل أن أعظم الأفلام طلعت في الفترة دي. أعظم كتاب مصري نجيب محفوظ والسباعي والصحار وإدريس وحسين عبد القدوس وكل العمالقة الكتاب دول وتوفيق الحكيم، كل العمالقة دول اشتغلوا في السينما في القطاع العام، هم اللي قدموا الأفلام دي. دي كانت مبنية على رواياتهم. أيوه. فدي ناس كان لها تمن. المخرجين العظام اللي اتكلمنا عليهم كان لهم تمن. وبالتالي ده حتى الفترة القطاع العام في السينما اتهم ان هو طبعا يعني كان اكبر خسائر ماديه اتحققت في فترة القطاع العام هي عن طريق السينما، وبالتالي حط اكس على السينما نفسها اتاثرت، يعني انخفاض السينما نفسها مش كنوعيه كعدد افلام لا قليل، لما اقول بالاثر يعني بعد ما كانت بتحتل المركز الثاني. لا حضرتك، في الدخل هو القومي. كان يعني هو كان جانب من جوانب الانتاج، الانتاج السينمائي عمره في مصر ما كانش قطاع عام. ايوه، طول عمر السينما المصريه قطاع خاص. هي فتره قطاع عام فقط لا غير، هي الفتره الوحيده اللي تدخلت الدوله وانتجت افلام. لكن جانب ده وكان في افلام يا حضرتك في الفتره حضرتك بتتكلم عن يعني متوسط عدد الافلام السنوي في فتره عبد الناصر بالظبط 52 فيلم في السنه. في فترة اللي هي 18 سنة، فترة السادات كانت 50 فيلم اللي هي 10 سنين، فترة مبارك اللي هي 30 سنة كان متوسط 40 فيلم. طيب دكتوري متوسطات يعني متوسط طب دكتوري قلت النقطة يمكن ذكرناها في مقدمة الحلقة، فكرة شاشات قصور الثقافة اللي هي 400 شاشة عرض تقريبا، هل عوضت عن الانخفاض عدد دور السينما أو دور العرض اللي كانت موجودة بالفعل؟ يعني برغم إنها ليها طبعا دور مهم في إنها تصل لقطاع كبير من الجمهور أو القاعدة الشعبية، لكن هل عوضت بشكل أو بآخر عن انخفاض دور العرض؟ لا، هي الحقيقة مش حضرتك في الفترة ديت كل الأقاليم كان فيها سينمات وشغالة. دور عرض تابعة لشركة دور العرض بتاعة المؤسسة العامة للسينما، كل دور العرض شغال. النهارده تبص ليه ما فيش، ده بالعكس كان في يعني رواج جامد جدا في دور العرض في السينما في الاقاليم. حكايه قصور الثقافه هي زي ما بيقولوا حاجه دي الثقافه الجماهيريه اللي بتنزل القرى والنجوع والارياف والجرن والكلام ده كله، فدي كانت مكمله ليه. يعني عملت احصاء لكل الاماكن اللي بتعرض سينما في الوقت ده هتلاقيها كانت عاليه جدا، سواء دور العرض الخاصه التابعه للمؤسسه العامه للسينما في شركه دور السينما، او سواء دور العرض اللي بتعرض الثقافه الجماهيريه على كل، فلا ده كان في عدد ضخم جدا جدا، فدايما كانش بديل ده، كانوا الاثنين مع بعض. النهارده لا في ده ولا في ده، لا الدوله عندها دور عرض ولا حتى الثقافه الجماهيريه عندها الا في قصور الثقافه وما نظر، يعني ضئيله طبعا، وطبعا تجارب ضئيله. عندنا 400 قصر ثقافه في مصر، انا شخصيا وزملائي بنشتغل في 10 12 دي عايزه حاله لوحدها قصور الثقافه محتاجة. طيب احد الافلام ربما اللي اسست السينما كانت للمخرج طبعا الرائع توفيق صالح المتمردون، نشوف جزء منها ونرجع نستكمل حوارنا مره اخرى. خدوها مني كلمة يا رجال، الناس اللي بره دي هتنقلب علينا، لازم ننزل كلنا بكرة لحد البتاعة دي اللي اسمها الوزارة وندخل على الوزير ذات نفسه ونستقتل عنده في المكتب. العسكري من دول كان بيخاف لما الواحد منا يكحف وشه، ايش حال بقى الوزير لما نتلم عليه كلنا غصب عنه هنشيل اللي احنا عاوزينه؟ مستحيل.
المصحة مش ممكن تفضل دقيقة واحدة من غير ناس يدافعوا عنها. عم مغلوب عايز يعمل هجوم يا أوشالة. وماله؟ ناس تنزل وناس تستنى، بس اللي ينزلوا يفضلوا ماسكين الوزير في المكتب بتاعه لحد ما يبعت رجالته هيني يتفاهموا معانا. هل فيلم المتمردون كان يعني بيعني ان المؤسسة كانت قادرة على استيعاب الرأي الآخر، مؤسسة السينما في الوقت دوت؟ ده مؤكد. مش المتمردون، في افلام كتيرة جدا كانت ضد النظام وضد مش ضد الثورة، يعني ضد الايديولوجية والنظام الحكم في وقت عبد الناصر. يعني افلام مش ده الوحيد، يعني المتمردين طبعا يعتبر من يعني من اقوى الافلام انه يعني كان، وخاصة هو على فكرة كان يعني قبل النكسة سنة تقريبا وكده. فهو زي بتقول كما لو كانت إرهاصة للنكسة. دي الممارسات طبعا، هي طبعا بيتكلم عن مجموعة المعتقلين السياسيين وتعذيبهم في سجن لايك ستيب تحديدا، لان الفتره الزمنيه دي انا عشتها وكان والدي حتى معتقل في نفس الفتره في الهايك ستيب. فعلا في نفس الفتره في الهايك ستيب دي. فهو كتبه فتحي غانم اللي هو كان من ضمن المعتقلين، فتحي غانم طبعا، وتوفيق صالح طبعا معروف ابو المتمردين. يعني فالحقيقه الفتره الفيلم ده كما لو كان ارهاصا للنكسه، يعني دي ممارسات النظام الحالي طبعا، هو النظام البوليسي والاعتقالات اللي الناس قضت عمرها كله فيه. فالحقيقه مش المتمردون بس اللي اتعمل في فتره عبد الناصر او هاجم النظام، يعني ما قيل برضه عن شيء من الخوف، قيل عن ميرامار اللي كان بوضوح شديد جدا بيهاجم الاتحاد الاشتراكي، قيل عن افلام كتير، عن افلام كتير الحقيقه اتعملت في ظل الثوره وظل فتره حكم عبد الناصر وكانت ضد النظام. ومع ذلك كان عبد الناصر كان اكثر التقدميين من صلاح ابو سيف اللي هو كان رئيس المؤسسه. لكن الافلام المنتجه بعد اختلفت عما انتجته السينما قبل يعني النكسه، سواء على مستوى الطرح او الافكار او حتى الموضوعات اللي كانت موجوده فيها. ده مؤكد طبعا، لان ده كان الكبير قوي اللي الناس كلها الحقيقه طبعا تاثرت، هزت فيه هزه جامده جدا، وطبعا على راسها فيلم العصفور ليوسف شاهين وبتناول النكسه وكده، فيلم اغنيه على الممر مثلا الفتره اللي قبل كده وهكذا. فالحقيقه طبعا لازم تختلف، لان طبعا الوضع كله اختلف، حصلت هزه كبيره جدا وحصل يعني انتكاسه فكريه ونفسية، وحصل زي انكسار يعني حتى يعني الشعب. بس طبعا الشعب جه في لحظة طبعا تنحي وكده، لا أدرك الحقيقة نحن لازم نقف وكده. فمؤكد أن نكسة 67 كل الأفلام اللي جات وراها على طول كانت بتنتقد هذه اللي حصل والكارثة اللي حصلت وكده. فطبعا السينما طبعا معايشة للواقع، لازم تعكس الواقع أيا كان يعني بتفاصيله. طب الناقد السينمائي دكتور يقول في رأيك لماذا يعد فيلم غروب والشروق هو الأهم أو من أبرز الأفلام اللي ربما على طول بتأتي إلى الذاكرة لما بنتكلم عن ثورة يوليو وأحداثها، يعني بأبعادها طبعا المختلف؟ يعني طبعا كبير الأستاذ كمال الشيخ هو برضو نفس فيلم عنده في بيتنا رجل، يعني في اللي عمل ده عمله برضو بيسمع جدا من أول الأفلام اللي بتعرض في بيتنا رجل، غروب والشروق. يعني الأفلام اللي كلها كانت يعني مقدمة لثورة 23 رد قلبي، كل دي أفلام كانت إرهاصات لما سيحدث في 23 يوليو. فطبعا يعني فيلم غروب وشروق طبعا الحقيقة الفيلم السينمائي بشكل عام بيبقى جاذب من تكامل عناصره كلها. يعني غروب وشروق محمود المليجي بقى وسعاد حسني ورجل أباظة فأداء وتمثيل وإمكانيات ومخرج عبقري طبعا كمال الحالة الشيخ العامة كلها، فهي الحالة العامة. فده اللي العنصر الجاذب، موضوع مهم جدا، موضوع الناس كلها حسيته، بوليس السياسي والضغط والاعتقالات والسحل صور اللي كان بيحصل بشكل يعني بشكل طبعا قرب جدا قرب جدا من الواقع اللي الناس معظمها الجيل ده او جيلي على الاقل كان. لكن يمكن المفارقه اللي مثلا في فيلم ما الأحداث بتدور مثلا في الفترة اللي سبقت الثورة، يعني حريق القاهرة والأحداث اللي مختلفة، برضو غروب وشروق زي ما اتكلمنا عنه في بيتنا رجل. هذه النماذج ربما اللي هي بتعد الأفضل اللي لما باجي نذكر هذه المرحلة وإرهاصات ثورة يوليو وثورة يوليو نفسها بأحداثها، هنلاقي الأفلام دي هي تعد الأهم اللي اتكلمت على الحراك اللي كان موجود قبل الثورة. يمكن أفلام بعد كده حاولت إنها تقدم الثورة بتفاصيلها ما نجحتش على هذا القدر. صحيح. بتفسر ده بايه دكتور ياوت؟ لا هي بتبقى اولا وعي عند كل صناع الفيلم العمل أو نفسه العمل طبعا، يعني بدايه من كاتب السيناريو. يعني ما تشوف طبعا غروب وشروق جمال حمام، يعني بتكلم عن مستوى فني مختلف تماما، يعني مستوى ابداعي مختلف بدايه من كتابه الورق او السيناريو، ويوكل لمخرج على نفس الدرجه، ممثلين على نفس الدرجه. فعناصر العمل السينمائي كلها بشكل عام
في فيلم واحد مؤكد يبقى كويس، لكن بعد كده ممكن حتى الاهتمام يعني الافلام اما بتتعمل في وقت الحدث عند الفنان الواعي بيعملها بشكل جيد جدا، لكن لما يفطر الحدث ويعدي عليه والواحد ما حسوش اصلا، يعني ممكن اللي عمل الفيلم ده ما يكون ما حسوش، مع احترامي مثلا لفيلم البريء، فيلم عاطف الطيب، فيلم قمه عاطف الطيب مع زي قوي يعني يعني هو مواليد 48 يعني. فقصدي اقول لحضرتك ايه، ان معاصره الاحداث والوعي بيها كويس وكل العوامل السينمائيه المتوفره الجايه تعمل فيلم جيد، وبالتالي المعاصره يعني ولا كمان الايمان بالحدث. خلينا اقول ان كان هنا في اشكاليه، ان في ممكن ربما البعض صناع السينما اللي تفاعلوا مع الحدث، البعض الاخر كان شايفه عنده قراءه مختلفه للحدث ده بتفاصيله، ومن هنا لهناك يعني حصل نوع من الاختلاف في الطرح كمان وعلى مستوى الطرح. فهل ده احد الاسباب ربما؟ ده مؤكد، ده الاساسي والجوهري الحقيقه، لان طبعا حضرتك لما تشوفي هذه الافلام تحديدا، ما تشوفي القاهره 30، تشوفي مثلا العصفور، تشوفي الاختيار، تشوفي الارض، تشوفي غروب وشروق، تشوفي بيتنا رجل، مين اللي وراها؟ تشوفي مثلا المتمردون، مين اللي وراها؟ وراها ناس ثوريين، وراها مناضلين، الفرقه بتاعت الحرافيش مثلا يعني كلها بالكامل دي فرقه تقدميه. فالفكر التقدمي والايديولوجيه والمبادئ والكلام ده كله لما تتوفر في المبدع اكيد بيعكسها بشكل صادق يعني. فده سبب لا جوهري واساسي جدا. نشوف احد هذه التجارب الحب ونرجع نستكمل حوارنا مره اخرى مع الناقد السينمائي الدكتور ياقوت اديب. سعدية على الشارع الوراني وتروح هناك على راس الجسر تقابل سي حمزة وتقول له ما يهوبش ناحية الحارة، فاهم؟ تقول له يهرب على مصر، هحصله عند البيت. كل حته وبعدين ارجع ارجع لازم نبلغ حمزه
لازم نبلغ حمزة، لازم نقول لحمزة. دي من المشاهد يمكن شهيره جدا، قد ايه يعني المشاركه الشعبيه، الحس الوطني هو بيستخدمه ينبهوه، يعني من المشاهد جدا في طبعا يعني هذا الفيلم. هو توظيف للتراث في الاغنيه البسيطه في المقاومه، مع هنا توظيف السينمائي لحاجه موروث شعبي واغنيه شعبيه وكده. طيب نتنقل لافلام زي روبس سعيد، رد قلبي، وفكره الحديث عن طبعا الطبقيه وحتى والثوره ويمكن فيما بعد. هل افلام زي كده نجحت في انها تقدم او تعكس بشكل او باخر طموحات الثوره، مبادئ؟ يعني هو طبعا الفيلم المساحه العريضه فيه مش الهدف منه ثوره، هو انتاج بالثوره، لكن الهدف منه طبعا تعريه النظام الاقطاعي والسياسي اللي كان فاسد، والطبقيه الاجتماعيه ومدى الظلم الاجتماعي وكده، فكان بيركز الحقيقه على الجانب الاجتماعي للمجتمع المصري او للناس يعني. لكن ده رد قلبي طبعا يوسف السباعي. رد قلبي طبعا. فهي الحقيقه هو بس جه في الاخر بقى يعني بيكلل بقى كل هذا الاهتمام يعني، او كل هذا النضال الاجتماعي بالثوره. يعني هو طبعا انتهى بالثوره بقيام الثوره. لكن هو طبعا التركيز الاساسي كان على الجانب الاجتماعي، وده طبعا عكس بشكل جيد جدا جدا طبعا في الفيلم، الطبقات الاجتماعيه والطبقيه وسيطره طبعا الاقطاعيين والراسماليين والكلام ده كله. فده كان الاهتمام الاول بالنسبه لفيلم رد قلبي، لكن هو بيدينا جرعه بقى من الامل وكده في النهايه، لا الظلم مش هيستمر يعني. طيب مع الامل وجرعه الامل وربما الرومانسيه والنعومه اللي كانت محبوبه طبعا اللي موجودة يعني إنجي وعلي وإنجي في هذا الفيلم، هل ده كان مؤشر على تغير نمط الحياة المصرية بعد الثورة من وجهة نظرك؟ ده مؤكد طبعا الفارق بين الطبقات، وده كان طبعا متمثل في العلاقه بتاعت انجي وبتاعت علي طبعا. هو كان يعني الهدف ان ازاي تدوب العلاقه دي، تدوب بالحب وتدوب بالرومانسيه اللي هو يفوق اي حاجه. فهو يعني كان ده يعني شكل من اشكال المعالجه، ازاي ندوب الفارق بين الطبقات، مش بالقوه ولا بالقانون ولا، لكن بالحب
وبالرومانسيه وده اللي حصل. فالحقيقه كان كوكتيل جميل جدا، الخلط بين السياسه وبين الاجتماع وبين العاطفه والرومانسيه والكلام. فالحقيقه دي كان يعني ملمح جميل جدا من ملامح الفيلم اللي اصلا كتبه طبعا يوسف السباعي، في انه بالحب وبالرومانسيه وندوب الفارق بين الطبقات، واثبت ده الحقيقه. فكان ده اهتمام يعني، ده طريقه من طريقه تدوب الفارق بين الطبقات اللي اصبحت مبدا من مبادئ الثوره يعني. بورسعيد قدم ملحمه لكن ايضا كانت بشكل كبير جدا بتواكب طبعا هذه الفتره الزمنيه. الى اي مدى بالظبط تحديدا يعني، لكن الى اي مدى شايف ان الفيلم ده بكل تفاصيله بما قدمه، حتى لو كان يعني البعض مثلا شايف ان الفيلم ده كان ربما نوع من يعني رساله لتاكيد مثلا اللي كانت يعني النظام عايز يقول ايه في الفتره ديت، هل انت شايف الفيلم او تجربه بورسعيد تجربه بشكل او باخر قدرت انها تنجح في انها تقدم هذه الملحمه الشعبيه؟ لا كده فضلت، هو طبعا كان الهدف الاساسي الهدف ايديولوجي يعني، يعني تكريس للثوره ومبادئها وكده. يعني كان هو فيه مباشره شويه يعني، ده من الافلام اللي هو يعتبر فيها مباشره ترويج للثوره وكده يعني. ولكن طبعا في النهايه هو تاريخ يعني، هو طبعا برضه في النهايه عاوز يبين نضال شعب او قطاع من الشعب او منطقه يعني في مصر يعني وكده. فالهدف كان الهدف الاساسي الايديولوجيه ترويج للنظام لكن جايبها في شكل بقى نضال الشعب يعني. يعني هو حاول يعمل التطفيره ديت بين الشعب وبين النظام او بين الحكم والحاكم والمحكوم يعني. لكن هي كتجربه طبعا مش عيب يعني، بس هو يعني شكلها ممكن كانت مباشره شويه ده، لكن هو كقيمه طبعا قيمه وتاريخ وكده. طيب نشوف يعني جزء من ونرجع نستكمل حوارنا مره اخرى مع دكتور ياقوت الديب. اضطراب السينما من المواطن الريفي ومشاكله زي مثلا افلام البوسطجي والحرام هنا، هل ده ساعد على ظهور طبقه جديده في من مشاهدي السينما في الوقت ده؟ يعني هو مؤكد انسان منتمي لاي طبقه بيحب يشوف نفسه على الشاشه، ومن ضمنه طبقه سواء الفلاحين او العمال او اي طبقه ان كانت يعني ايا كان
يعني بيمتهن او ينتسب لاي طبقه، يعني حتى لو كان مثلا اقطاع او راس مال عاوز يشوف نفسه برضه على الشاشه. فدي مؤكد بتعمل جمهور للسينما. وطبعا احنا يعني بحكم المجتمع المصري ان هو كان 70% في الوقت ده منه فلاحين يعني، فاعتقد كان التوجه برضه كده ان هو يهتموا بمشاكل الفلاحين، لان طبعا زي ما حضرتك السينما كانت انتشارها متغلغل في الريف وفي القرى وكده، فطبعا لمن بتتوجه. هذه الحقيقة يعني يمكن المرحلة دي أو الثورة بشكل ذاتي كانت عندها من هذا الوعي، إن هي طبعا لمن بتتوجه؟ للطبقة العريضة أو السواد الأعظم من الشعب اللي هو كان في الوقت ده فلاحين. أيوة. فطبعا الحقيقة كان فيه اهتمام كبير جدا، يعني معظم الأفلام اللي كانت مرتبطة بالثورة كانت مرتبطة بالإقطاع والأرض والزراعة والفلاحين وده اللي شفناه في تجارب ذكرناها زي مثلا نهار ودقم، زي الأفلام اللي هي روجت بشكل أو بآخر. أضاف للسينما طبعا جمهور العريض، فكان في انتباه للحته دي. لكن هل ممكن نقول ان احنا جانب اخر من الثوره في افلام زي مثلا سرقات صيفيه للمخرج يسري نصر الله؟ الفيلم كان فيه اشاده دوليه كبيره بالفيلم ده، في تجربه مهمه ليسري نصر الله. هنا هو شاف قدم الطبقيه واللي حصل لها وتحلل طبعا، وفكره الصراع اللي كان موجود ما بين الطبقيين والاشتراكيه. يعني الى اي مدى شايف تجربه زي كده ممكن تكون بتفتح ابواب مختلفه للثوره او الحديث عن الثوره؟ والله يمكن الفيلم ده يعني بشكل اساسي طبعا يعني ربما يختلف عن افلام كتيره في تناول مساله الطبقيه، يعني لان طبعا يمكن يسري شايفها بمنطق ان انا دلوقتي اللي بشوف. يعني بيبقى له يعني هو بيبقى عنده وجهه نظر هو كيسري وفي الوقت في العصر اللي احنا فيه ده، غير ما كان مثلا تعرض في كل افلام بتاعت الستينات او السبعينات حتى يعني. وبالتالي هو اللي كان الصناع مش بيعمل وجهه نظر فنان، لكن موجه ممكن تكون هي بتخدم فكره معينه يعني. وده بيبقى في وعي للمساله ديت، ان انا يعني حتى الشاب اللي معاش حتى المرحله ديت او وعاصرها او كان واعي بيها، ان انا لا بعبر عنها بطريقتي انا يعني. فهو كان في تعامل خاص مع مسألة الطبقية في سرقات صفية عند يسري نصر الله الحقيقة بشكل اللي ربما الجيل الجديد يقبله. عن طبعا يمكن يشوف مثلا الافلام القديمه يقول لك ده مبالغات، لا ما كانش فيه الكلام ده، ولا كان فيه ده انتوا يعني بتفتروا على الاقطاع وعلى الراسماليه، ده كان فيه ناس صايبين جدا ويجوا في الاعياد يدوا هدايا ومش عارف ايه، ده اللي واصلهم يعني. فهو طبعا يعني يسري خرج من المساله التقليديه ديت وبيدي وجهه نظره هو حتى برؤيته هو الحديث المتمثله حتى في الجيل الحديث اللي هو ما عاصرش الاحداث، او دي من وجهه نظرك يعني ازاي تضبط ازاي حارب الطبقه، ازاي نقضي على الطبقيه من وجهه نظره. والحقيقه طبعا يعني شكل من اشكال الطرح الجديد في مساله الطبقيه اللي ظهرت في السينما. نشوف يعني جزء من فيلم سرقات المخرج يسري نصر. نرجع نستكمل حوارنا مره ثانيه. I don't know.
فيكم ما تلاقوش اكله وانا احولكم الى معلمين. لا حقد في نفسنا، لا حقد في قلبنا، لا حقد في الطبقه العامله التي تعيش على اجرها. انا حرام. أنا يمكن طبعا يعني أو ربما طرح مختلف حتى للثورة بأثار الثورة. طيب احنا عندنا مجموعة من الأفلام يعني مثلا درب المهابيل، صراع الأبطال، المخرج توفيق صالح، الوحش والفتور المخرج صلاح أبو سيف، في بيتنا رجل والحرام لهنري بركات، باب الحديد وصراع في الوادي ليوسف شاهين، وشيء من الخوف طبعا المخرج حسين كمال. هذه الأسماء ربما صنعت جدل فني في السينما، أو نقدر نقول صنعت حالة وطيار مختلف في السينما المصرية. يعني بقية الأسماء أين هي من حدث زي ده، أو يعني من طرح زي ده؟ بتوجهات طبعا ميول، يعني احنا مش السينما ما هي ما هيش فيها الفيلم السياسي بس، يعني في ناس بتشتغل على فيلم الواقع الاجتماعي، في ناس بتشتغل على الكوميديا، على الرومانسي، على افلام الحركه، على كده، فده تنوع، فالتنوع ده مطلوب. يعني مش كل السينمائيين هيشتغلوا في اتجاه واحد اللي هو السينما السياسيه او السينما مع او ضد. يعني فهي المساله يعني بتبقى ميول شخصيه اصلا، يعني كل كل، وطبعا كل اللي حضرتك اتفضلت بيهم كمخرجين لاسماء الافلام الكبيره دي يعني هما في اتجاه واحد، اتجاه سياسي واحد يعني. وبالتالي ده هي مش ظاهره او طيار يعني. يعني هي في كل حقبه بيطلع رجالها من النوعيه ديت. يعني كل نظام بيبقى له ايديولوجيته وله السينما اللي بتقف ضد او مع، ضد او مع. فالحقيقه اللي بتبقى افراز يعني النوعيه دي من الافلام او المخرجين بتبقى افراز للنظام اللي موجود بس وفقا لايديولوجيه مسبقه عند المفكرين. يعني ده السينما المفكر. بس هنتكلم على افلام انتاج مؤسسه السينما. نعم في الوقت ده. ما هو انا بقول لحضرتك اعظم الافلام على فكره حتى على جميع المستويات. يعني مش الفيلم السياسي بس، هتلاقي الفيلم الاجتماعي، هتلاقي فيلم الكوميدي، فيلم الرومانسي، كل نوعيات الافلام اعظم. يعني كل المخرجين اللي اشتغلوا في فتره القائم هم المخرجين الكبار في السينما المصريه. على حتى فاطين عبد الوهاب يعني كوميدي بس عمل كوميديا راقيه جدا، عمل مثلا مراتي مدير عام، عمل حاجات كتيره جدا كوميديه بس كانت يعني ليها هدف محدد. يعني كلها بتصب في هدف محدد، ان هي قيمه فكريه اولا يعني بتساهم في خلق وعي معين مش موجه يعني، لكن عاوزين يبقى الشكل ده شكل، ده شكلنا او شكل المجتمع او شكل كذا، مش بهدف الانتقاد. مين اللي عاوزين؟ هو هدف الاصلاح. مين اللي عاوزين؟ المؤسسه يعني نفسها ولا طبعا المؤسسه ولا؟ مؤكد يبقى هي توجهات يعني ما ننكرش ان طبعا مع يعني ايه التأميم؟ التأميم معناها ان الدوله ليها توجه ايديولوجي معين. ففي السينما من ضمن التوجهات، فكل حتى الافلام على جميع اختلافاتها يعني هي نوعات معينه مش اي موضوع. يعني حتى الموضوعات الكوميديه تكاد تكون جاده، تكاد تكون ما فيهاش طبعا يعني الكوميديا. طب هل هنا حصلوا منتصفين مفهومين، فكره ان الدوله في الوقت دوت او حتى بعد قيام الثوره كان عندها توجه ان يحصل نهوض بالسينما بالفعل، ولا المساله كانت مرتبطه ايضا بانها تخدم افكار الدوله ازاي؟ يعني هل هنا في خلط؟ لا الحقيقه ما فيش خلط. ما زودت تجربة الأساس طبعا القطاع عام في السينما تحديدا، يمكن بقى في المجالات التانية ماشي، لكن في السينما تحديدا مش ده كان الهدف. الهدف مش السيطرة لمجرد السيطرة. الهدف زي ما حضرتك، وده اللي معلن تاريخيا، إن فعلا لما عبد الناصر تحديدا أو ثروت عكاشة طبعا في وقتها فكروا يعملوا معهد السينما، كان الهدف الأساسي طب دول الولاد دول لما يتخرجوا بالنسبة للسينما، أما يتخرجوا هيشتغلوا فين؟ طبعا بالمره ما هي قوانين دور الاشتراكيه دي شملت كل حاجه في البلد. بس لما جم عند قطاع السينما قالوا فعلا السينما تتأمم عشان الولاد دول لما يتخرجوا نضمن لهم فرصه عمل. يعني هو خدوها من مفهوم مش حكايه ترويج للنظام او ايديولوجيته. يعني ده كان جانب، وجانب بسيط جدا. يعني احنا لو شفنا السينما كلها اللي روجت حتى للثوره اللي هي محدوده جدا، او السينما المباشره اللي هي افلام محدوده جدا، فده يعني ما تيجي المؤسسه بتعمل 150 فيلم ومنهم مثلا نقول فيلمين ثلاثة أو أربعة بضعة أفلام معمولة بشكل مباشر وفج، يعني ده لا يقاس، يبقى مفيش نسبة. احنا عندنا أسماء يعني. يعني مثلا عمل فيلم شيء ملفوف، هو أيضا مثلا صنع فيلم أبي فوق الشجرة. نعم. التغيير هنا هل هو ناتج من فكرة مخرج بيجاوب
ان هو يقدم تجارب يعني، ولا فترة ما بعد 67 كان فيها نوع من محاولة تقديم أفلام لامتصاص الغضب اللي كان موجود عند الجمهور في الوقت ده؟ وده صحيح طبعا يعني. هو طبعا دي برضه من ضمن التوجهات، ان طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك فتره ما بعد النكسه كانت فتره صعبه جدا ومؤلمه جدا جدا بالنسبه للنظام وبالنسبه للشعب وكله، فكان نقول الهاء يعني، المطالب ان الناس ايه يعني تخفف عن نفسها شويه وكده. فطبعا التوجهات بتبقى كده، ان احنا يعني قليل لما حد بقى يعني ينكش ويفحر ويقلب المواجع تاني زي يوسف شاهين مثلا في العصور مثلا يعني تحديدا. لكن كل غالبيه الافلام لا كانت من نوعيه الخفيفة اللي هي مثلا تناول المشاكل البسيطة، ان احنا عاوزين نخرج من النكسة ديت بشكل كده يعني مخاف، نخفف عن نفسنا شوية يعني ما نجلدش الذات يعني عشان نقدر نبني تاني، وده اللي حصل يعني. فهي الحال اللي اختلفت تمام شكل السينما بعد 67 عن قبل 67، مش بهدف ايديولوجي قد ما هي كانت بهدف يعني نخفف عن نفسنا شوية عشان نلتقط انفسنا. طيب افلام زي فيلم ناصر والسادات التجارب زي كده، هل استطاعت انها تلقي الضوء على جوانب عديده للظروف اللي كانت وراء سلبيات وايجابيات ثوره يوليو؟ لا، هو طبعا فيلم ناصر 56 تحت ناصر 56 يعني، بس في لحظه تاريخيه لحظة معينه، لحظه تامين قناه السويس، وبالتالي يعني الاحداث هي ايا كانت احداث كتيره جدا، وكان في يعني طبعا ممارسات خاطئه جدا سواء من النظام او البوليس السياسي او ما الى ذلك، لكن طبعا هو كان تحديدا معمول على ما هي السيرتيه حتى لعبد الناصر يعني، لكن هو موقف على لحظه، هو لحظة بيعمل تاريخ لحظه تامين قناه السويس لحظه معينه، وبالتالي هنا كان من 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 الامانه ان انا يعني اللحظه دي هي اللي انا بعيشها، وده اللي عمله الحقيقه محمد فاضل طبعا العملاق في هذه التجربه في التجربه ديت. فالتجربه الحقيقه كانت التقاط لحظه من لحظات زعيم في موقف معين يعني، ده كان الهدف يعني. طيب بالنسبه للسادات نفسه في ميزان نقدي وبشكل سريع، هل ما قدم من افلام بعد ثوره يوليو لو خدناه كده في كنوع من هل ده بيؤكد على دعم دور الدوله او اهميه دور الدوله في دعم السينما، ولا السلبيات اكثر واحنا بنقرا هذه التجربه؟ يعني كيف ترى هذه التجربه في النهايه؟ لا، من البداية يعني الثورة اهتمت بالسينما، وده ظهر من سنة 57 من بداية إنشاء مؤسسة دعم السينما. فالحقيقة طبعا كانت من البداية خالص إن الثورة مهتمة بالسينما كصناعة وكمصدر طبعا للدخل القومي وكشيء طبعا في الدرجة الثالثة الترويج للنظام والثورة، وده كان مطلوب يعني، مش عيب إن احنا طبعا ثورة ليها إيجابياتها يعني، عاملة إعلان بمبادئ محددة، المبادئ كلها الحقيقة يعني كانت جيدة جدا يعني، إلا خمسة بس يعني، هو ثورة إلا خمسة زي ما هيكل بيقول، إلا خمسة دي في جانب اللي هو إقامة يعني حياة ديمقراطية سليمة يعني. الثورة كل مبادئها أعتقد ستة اتحققت إلا المبدأ ده إقامة حياة ديمقراطية، وبالتالي محمد حسين قال لي ثورة إلا خمسة، الخمسة كانت هي الحتة دي. فطبعا ثورة بهذه المبادئ العظيمة الطموحة يعني مش عيب ان تروج حتى للمبادئ دي، انا بوجد ان هي مش عيب. ده هيرتبط بفكره انها طرحها في السينما كمان، طرح ودي مسألة مهمة جدا. التاريخ هيحكم على أي كان، التاريخ هو الحاكم الأساسي. ده مؤكد يعني. بشكرك دكتور ياقوت السينمائي فيما يتعلق بالحديث ثورة يوليو، ما لها وما عليها، وكيف استطاعت أنها تخلق جدلية سلبا وإيجابا، يعني هل أثرت بشكل أو بآخر السينما، قدرت أنها تعكس الثورة دي بكل تفاصيلها، وهل الثورة بالفعل خدمت السينما؟ سؤال أعتقد الإجابة سنراها أو نلمحها مع الأحداث ومع التاريخ. شكرا لكم للمتابعة، وإلى اللقاء مع ملف آخر من مواجهات سينمائية.